وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصرية عبد الله بركات. عبد الله، بعد التحية، ماذا لديك بشأن مواصلة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق؟ تفضل عبد الله. نعم، نحن الآن على مشعر منى. ما زال الحجاج يتوافدون إلى جسر الجمرات لرمي أولى جمرات أولى أيام التشريق، وهي العقبة الصغرى ثم المتوسطة ثم الكبرى. وهناك زحام بالفعل كبير، ولكن هناك انسيابية في عمليات التنظيم التي تتم هنا على صعيد منى. يعني الأعداد كبيرة بتتوجه أو القادمة من خارج منى أو التي كانت تقطن في مكة المكرمة وتأتي لتقضي جزء من النهار هنا وجزء من الليل، ثم بعد منتصف الليل تبدأ في رمي الجمرات. وهناك المقيمين داخل منى في المخيمات المجهزة لهذا الغرض يتوجهون حاليا لرمي جمرات أولى أيام التشريق، ثم يعودون مرة أخرى إلى الاتجاه المعاكس والعودة إلى المخيمات في تنظيم يعني ميسر وييسر كثيرا على الحجاج لأداء هذه أيام التشريق الثلاثة في سهولة ويسر. بالنسبة للمتعجلين، سيكون بعد منتصف هذا اليوم يتوجه المتعجلون إلى جسر الجمرات لرمي جمرات ثاني أيام التشريق، وفي هذه الحالة يتوجهوا إلى مكة المكرمة في فنادق الإقامة الخاصة بهم في مكة المكرمة. ما يتعلق ببعثة الحج المصرية، نحن حوالي أكثر من 20,000 حاج مصري، بينهم 6,425 حاجا من حجاج القرعة. تقوم وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج القرعة بتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم. من ضمن هذه الخدمات بالنسبة للمتعجلين، سيتم توفير حافلات لهم لنقلهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة. وبالنسبة لمن أراد أن يستكمل باقي أيام التشريق، هناك أيضا المخيمات موجودة بها كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالحجاج، معيشية والأمور التنظيمية وغيرها. وما زال الضباط والأفراد من بعثة حج القرعة متواجدين في هذه المخيمات لتقديم الخدمات للحجاج على مدار الساعة. منذ صباح هذا اليوم درجة الحرارة في السعودية يعني تصل إلى أكثر من 44 درجة. الأعمدة التي تقوم برش مياه الرذاذ على الحجاج بتسهم في خفض درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، إضافة إلى وجود متطوعين يقوموا بتوزيع المظلات على الحجاج، وكذا وجود متطوعين من الخدمات الصحية وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي لتقديم الخدمات الطبية والصحية للحجاج. معلومة هنا، نحن أعلى مسجد الخيف، وهو أحد المعالم الدينية المهمة جدا في مشعر منى، وفي رواية عن الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا بينهم موسى عليه السلام. فنحن أعلى هذا المسجد الذي يقصده جميع من جاء إلى منى للصلاة فيه أو للاستظلال بظل هذا المسجد. الأمور يعني على العموم هنا في منى تسير على ما يرام في ظل تيسيرات وتسهيلات بتقدمها السلطات السعودية، وكذا في ظل الرعاية الكبيرة التي تقدمها وزارة الداخلية المصرية لحجاج جمهورية مصر العربية لكي يعودوا إلى بلادهم في سهولة ويسر بعد إتمام أداء المناسك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة، ونتمنى السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام وأن يعودوا بسلامة إلى ديارهم.